أعلن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة موافقة الحكومة اللبنانية على استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التي فرضها جهاز حماية الإنتاج الوطني اللبناني ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من الألمنيوم من عدة دول من بينها مصر، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق المؤقتة قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و14% على الواردات من الإمارات. في هذا الإطار أوضح إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية أنه فور تلقي إعلان بدء التحقيق قام قطاع المعالجات التجارية بدعوة الشركات المصرية المصدرة لمساعدتها في التعاون في تقديم البيانات المطلوبة. للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الأستاذ إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة. سيد إبراهيم، نرحب بحضرتك على إكسترا نيوز، وأهمية هذا التعاون بين مصر ولبنان. أهلا وسهلا بحضرتك. أنا بس بحب أوضح أنه دولة لبنان دولة شقيقة بنتفق. يبدو أننا فقدنا هذا الاتصال مع الأستاذ إبراهيم السجيني. على يعني نكرر هذا الخبر ونؤكد على هذا الخبر، حيث أعلن قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة موافقة الحكومة اللبنانية على استثناء مصر من الرسوم المؤقتة التي فرضها جهاز حماية الإنتاج الوطني اللبناني ضد الصادرات من صنف قضبان وزوايا وقواطع وأشكال خاصة من الألمنيوم من عدة دول من بينها مصر، حيث تم فرض رسوم مكافحة إغراق مؤقتة قدرها 20% على الواردات اللبنانية من الصين و14% على الواردات من الإمارات. لمزيد من الإيضاح يعود إلينا مرة أخرى الأستاذ إبراهيم السجيني. تفضل أستاذ إبراهيم. أهلا وسهلا. الفكرة أن دولة لبنان ممثلة في وزارة الاقتصاد كانت أعلنت عن بدء تحقيق إغراق مكافحة إغراق ضد الواردات من صنف الألموتال من كل من الصين والسعودية والإمارات ومصر. وفور اختار مصر بهذا التحقيق قدمت الحكومة المصرية ممثلة في جهاز مكافحة الدعم والإغراق بالإعلان عن نفسها طرف معني في التحقيق، وكذا شركة انتر كايرو المصدر الرئيسي لدولة لبنان، وتم الاتفاق مع وعقد اجتماعات مع الشركة المصرية للتعاون مع سلطات التحقيق في دولة لبنان، حيث تم تقديم البيانات. وكانت أو أصل الدفوع اللي تقدمت بها الحكومة المصرية أن مصر لا تمارس سياسة إغراق في السوق اللبناني، وبعد الدراسة وبعد أخذ البيانات في الاعتبار تم اتخاذ قرار بفرض رسوم على كل من الصين زي ما حضرتك تفضلت وقلت ولبنان، وتم استثناء مصر من هذه الرسوم، وده بيؤكد أو بيدعم أن القوة التصديرية لمصر ستستمر للبنان من الألموتال. وأعتقد أنه احنا ده عرضنا كمان، كان في زيارة لوزارة الاقتصاد اللبنانية الشهر الماضي، وعرضنا على سلطة التحقيق اللبنانية الممثلة في الجهاز انهم يجوا يزوروا من المصانع، يعملوا زيارة تحقق للمصانع المصرية ليتأكدوا ان مصر لا تمارس سياسة الاغراق في لبنان. حجم الصادرات المصرية للبنان في بخصوص الالومنيوم تقريبا كام يا باشمهندس؟ احنا بنتكلم في 400,000 دولار يعني. تمام. واصلا المصدر المصري ده هو بيصدر للسعودية، بيصدر للصين، بيصدر للجابون، صدر الأردن، فهو المصدر عنده قوة تصديرية هائلة، والسوق اللبناني بالنسبة له سوق مهم، وبالتالي فهي المجهود اللي تم اللي بذل على أساس إن احنا نحافظ على حصة مصر داخل السوق اللبناني وفي الفترة الجاية إن شاء الله يستمر حتى ما يبقاش في فرض رسوم نهائية على المصدر المصري، وذلك بعد قيام سلطات التحقيق اللبنانية بزيارة المصنع هنا في مصر. نعم. نعم أستاذ إبراهيم السجيني رئيس قطاع المعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.